فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلبتم أهلا ووضعتم سهلا، أهلا بكم. نفقت بها رحاب المسجد العلمي المحلي بأنفا في كل البقاع. أهلا أهلا، عنوان ملتقانا يرحب بكل ضيف وبكل إطاع. مرحبا بكم في ملتقى يترنم بسيرة خير النبي. مرحبا بكم في هذه المعلمة الحضارية الكبرى في مسجد الحسن الثاني البهي، معلمة علمية وفكرية سخرها الله تعالى لتكون مركز إشعاع ثقافي يسمو بقدر هذه المدينة العابرة. معلمة على شأنها الديني وسمى طرفها العلمي والمعرفي، فتميزت بالخير والعطاء على المستويين الوطني والعالمي. فرحم الله الملك الحسن الثاني الذي شيدها وزين بمعالمها هذا الساحل الاطلنطي، وبارك الله في خلفه الذي يرعاها امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس اعزه الله ونصره. مرحى مرحى بها القلب خفض، مرحى مرحى بها اللسان نطق، مرحبا بخطاب نستقبلها بالود والحب من غير وجل. فيا مرحبا الف الف ثم اصبعها بالف الف 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 منطقي. الساده الافاضل السيدات الفاضلات، باسم اللجنه المنظمه لهذا الملتقى العابر بهدى الخير والعطاء الصادق، ندعو حضراتكم للاستمتاع بشهر هذا الملتقى الموشح بنداء المحبة والاقتداء بسنة خاتم الرسل وإمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الأوفياء. ومن خلال هذا الجمع الطيب أرحب بصفوة من صفوة العلماء المحترمين شرفوا ملتقانا بتلبيتهم لدعوة هذا اللقاء المفعم بشمائل من سيرة خير الأنبياء. حضورنا الكرام، ها هو الملتقى الثاني للسيرة النبوية، قد يسر الله إعداده وتنظيمه بعد شهود حديدة للمجلس العلمي المحلي بأنفا إثر استشارات وتشاورات مباركة توجه الله تعالى بتحديد محاور نوعية سيتفضل بتفصيلها وبيانها سلة من صفوة علمائنا المحترمين المشهود لهم بفضل العلم وعلو الباعث في مجال السيرة النبوية الشريفة التي تعد مصباحا منيرا يضيء طريق السالكين لمحج الدين القويم. فإن شاء الله تعالى نستمتع جميعا في ظلال هذا الملتقى البهي بجوانب ممتعة من حياة السيدة البشرية، تلكم الحياة التي كانت قرآنا ناطقا ينشر فضائل الخير والهدى في كل مجالات الحياة. ومن ثم قضى علماء المسلمين بوجوب معرفة هذه السيرة وجوبا شرعيا، إذ بها يحصل كمال المعتقد وتبنى الشخصية الإسلامية الدستورية من خلال الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، مصداقا لقول الله العظيم: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تعالى أن يجعل في هذا الملتقى بركة يزداد بها حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله هو خير الخلق أعظم نسوة يشع ثناه بالهدى المتوقد، يقود البرايا نحو مجد وسؤددي وينقذها من شر طاغي ومعتدي. تضيق القوافين تضيق القوافي الرائعات بوصفه، ومن ذا الذي يوفي المديح لأحمدي، ولكنها الأشواق تملأ مهجتي دعتني إلى ذكر الرسول محمد. فشكر الله لكل الحاضرين حضورهم وفي مقدمتهم علماؤنا الأفاضل الذين نرجو لهم التوفيق والسداد، والشكر موصول إلى كل من ساهم أو شارك في تنظيم هذا الملتقى المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا ويرزقنا حسن الفهم وجمال التطبيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السفر البعيد، فمنهم من
الفاضل محمد الحمزة الذي لا يفرض لنا طلبا عندما ندعوه المشاركة في هذه اللقاءات العلمية وعن حريص كل الحرص على هذا العمل العلمي أو على هذه المهمة الصعبة التي هي على عاتق علماء هذه الأمة. كذلك الأستاذ تمير بوزيرار الذي هو رئيس مركز الدراسات في مجدة أستاذ في الواحد استعطيك الأنبار أستاذ الذي العادي في جدع الثاني أستاذ في الشبار الذي الشبار من بني الله من بني الله الأستاذ زيد عابدين من بلطيش أستاذ بن العالي وأستاذ جيلي يهيج الآن أجيالا سنضاها جميعا على ذلك وكذلك أستاذ سيدي عبد المحيار في علم الواقش. لاحظوا أننا هذه المشاركة من جميع أنحاء المغرب وأنا أبحث عمن لم أذكره من الأساتذة الحضرية وأرحب بالأستاذ الفاضل أستاذ الجيان كذلك سيدي محمد الرواندي. الرواندي هو من أساطير الأمانة العامة للمجلس الأمني وقد شرفنا بحضوره جزاه الله خيرا وبركاته. وأرحب بكل أستاذ الرؤساء المجالس العلمية سواء من المحلة الدولية أو غيرها. وأرحب ب ممثل اللدوبيا الشعابي للشؤون الإسلامية بزار بين أرحب بكل سادة العلماء والعالمات والوعاظ والواعظات والخطباء ومحفظات القرآن الكريم ومعلمات التجويد ومعلمات محاضرة الأمية. ففي الحقيقة مع أن الجيش يتحرك في إطار هذا المجلس العلمي الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل أعماله خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلنا عند حسن ظن أمير المؤمنين رئيس المجلس العلمي الأعلى والذي تتذكر بمن؟ أنا وأرحب بوفد كبير من مدينة الصغيرة من بلدي ومسجد أصلي فقد انتقل هذا المجلس بأكمله ليشاركنا هذا العرس العلمي الذي نسأل الله عز وجل أن يكفل له بنجاح وأن يجعل له إن شاء الله وهو في زينة خير البرية المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا جميعا على أثره وسنته وأن يكفلنا على ذلك وأن نلقاه محمد على القرآن. ثم أما بعد اسمحوا لي أن أتكلم كلمة نفتتح بها هذه الجلسة الروحانية. فأقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى به بالنعمة والصلاة والسلام الأكملان الأكملان على خير الخلق وخاتم الرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى المسجد. ونسيت أن أرحب بأخي الفاضل وعالم كبير وهو الأستاذ عبد الرزاق الوزنيدي رئيس مجلس العلم الأزهر. واسمحوا لي أن وقع لي نوع من الارتباك في الحقيقة فالذي يتكلم أمام هذه الوجوه لا بد أن يحسب له نوع من الارتباك. وقديم قال بعض أهل العلم ثلاثة يستحقون الذبح من القفا منهم محدث العلماء الذي يتحدث أمام العلماء هذا يستحق الذبح من القفا لا من الذبح. اسمحوا لي بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهل والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
دعوته الى يوم الدين. ايها السادة والسيدات، ان الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حياته حديث جميل رقيق رقراق طويل لا حد لمنتهاه. وان اعداء الاسلام حاولوا من يضع بين الأمة وبين راضيها المشيد المشرك والطائف الطاهر الحوادث والموانع والسدود حتى لا تستبد الأمة من هذا الله نورا يضيف لها الطريق ودماء زكية تتدفق في عروق مستقبلها وأجيالها، مع أن كل أمم الأرض تفخر بماضيها وتفخر برجالها وتفخر بأعمالها. وقول أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخر عن جدارة الاقتدار بل وبشهادة العهد الغفار هي أمة نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه، التي قال الله عز وجل فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلقد أنجبت هذه الأمة على طول تاريخها رجالا يصطبط التاريخ، سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم وقفة إحسان وإجلال وإكبار. وعلى رأس رجالات هذه الأمة قدوتنا الأعظم وأسوتنا ومعلمنا ونبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، وهو الأسوة والقدوة والمثل الأعلى. وما أحوج الأمة الآن إلى هذه القدوة وإلى هذا المثل الأعلى، لا سيما ونحن نعيش زمنا قلت فيه القدوة من ناحية وقدم فيه التافهون كقدوة ناحية. فإن وجود القدوة الحسنة في الحياة ضرورة لا بد منها ليبتدي بها الإنسان ويكتسب منها المعارف الإيجابية لحركته في الحياة، سواء مع الله تعالى في أداء العبادات والفرائض أو مع النفس وتزكيتها وتدريبها على الأخلاق الفاضلة، أو مع الأهل والأبناء داخل الأسرة من أجل بناء أسرة متماسكة، أو مع المجتمع من حوله في أمور الدين والدنيا معه. ومن ذلك جعل الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم قدوة ونموذجا يجسد الدين الذي ارسل به حتى يعيش الناس مع هذا الدين ورسوله واقعا حقيقيا بعيدا عن افكار الغرب. فكان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خير قدوة للأمة في تطبيق هذا الدين ليكون مدارا لها إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ورسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة حسنة في مجالات الحياة المختلفة، ومن أهمها أخلاقه صلى الله عليه وسلم أولا أخلاقه صلى الله عليه وسلم بشر. لقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت: كان خلق
إذا أراد أن يخرج إلى السفر أطرح بين نسائه فبيتهن خبزة وأخرج بها صلى الله عليه وسلم. وتقول عنه أيضا كان بشرا من البشر يبني ثوبه ويحلم شاته ويحلم نفسه يفعل هذا وهو نبي الأمة وقائدها يريد أن يعلم أمته من بعده أن الإنسان مهما على شأنه ومهما اشتهر اسمه يجب عليه أن لا يتكبر أو يتجبر بل يحافظ على تواضعه وحلمه. وكتب السيرة النبوية حافلة بمثل هذه الصفات الحميدة التي تميزت بها شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وبين أهله. ثانيا أخلاقه مع الناس حيث كان عليه الصلاة والسلام على درجة رفيعة من الخلق العظيم مع صحابته رضوان الله عليه، فلم يكن يستعري على أحد منهم، يقابلهم بوجه حسن مبتسم ويكلمهم بأسلوب هادي رضي ويشاركهم بإفراحهم وإفراحهم، وكان يعاملهم جميعا معاملة واحدة حتى يظن أحدهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعامل أحدا بمثل ما يعامله به من الرفق والرسول. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يتشرفه بأمور الدعوة والسياسة والحروب دون تمييز أو تفريق بينهم، عرف كما عجبا. فقد أخذ برأي سلمان الفارسي رضي الله عنه في حرب الخندق في غزوة الأحزاب، وجعل بلالا مؤذنه خاصا وهو حبشي. ويجب أن يلتفت الزعماء والمسؤولون والتجار والعلماء والموظفون وسائر الناس إلى هذا الخلق النبي الذي اتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعله صفة دائمة في حياته مع الناس. فلا يتكبرون على عباد الله ولا يظلمونهم ولا يبخلونهم ولا يشدون عليهم، فإن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاقتداء بأعماله كلها حتى يطمئن الناس إلى بعضهم البعض وتزداد ثقتهم ببعض فيزول من المجتمع البغض والكراهية ويحس الوئام والمودة التي ينبغي أن تكون بين جميع أفراد المسلمين. ثالثا أخلاقه مع صغار الأطفال. طويلة مسيرة نبوية عالجة من أخلاقه مع صغار الأطفال وعطفه وحنانه عليهم، فكان عليه الصلاة والسلام يلاعبهم ويمازحهم وكان لا يغضب عليهم ولا يغلبهم حتى أحبه جميع الصبيان والأطفال. قالت عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو له، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يمكنه. وطبعا على الطفل لا يزال يعتمد على رضاع أمه، وهذا الشيء المعروف في الفقه الإسلامي. وكان عليه الصلاة والسلام يلاعب زينب بنت أم سلمة وهو يقول لها يا زوائنه، وإذا أصاب أحد هؤلاء الصغار مكروه تجد الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي عليه ويحضر لمصابه. فقرأه مرة سعد بن عبادة رضي الله عنه وعداه تفيض دموعا، ولعل هذا كان
فعندما فتحت مكة وزارت للدين الجديد القبائل والوفود وصار جميع الأعداء الذين كانوا يحاربونه بالأمس ويحاربون دعوته صاروا تحت يده وانتصروا فيه نادى فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش ما ترون أو ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم ابن أخ كريم. قال اذهبوا فأتوا الطلقاء. وعندما ذهب إلى الطائف لعله يجد من ينصره هناك وكان هذا في عهد المسلمين استقبله بنو تقيف بالطرد ولحقه صبيانهم بالحجارة والشدائم حتى أدموا قدماه. جاءه ملك الجبال وقال له إن شئت أضبطت عليه الأخشبين في الجبلين. فقال عليه الصلاة والسلام ما الأمر أن يخرج الله من إسلامه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذا أيها السادة والسيدات ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم في هذا العصر المتلاطم الأمواج حيث حلت الوحشية محل الرحمة والرذيلة محل الفضيلة والنفاق محل الصدق والإخلاص وجميعها محافل هدم ودمار على العالم. والمشاهد المأساوية التي نعينها على مدى الساعة ما بين القتل والتشريد والحرمان والفقر في العالم هي من نتائج غياب هذه الأخلاق والقيم التي جاء بها نبي الأمة ورسولها صلوات الله وسلامه عليه. وحتى لا أطيل أحيي هذه الوجوه فأقول هي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وطبتم مقام ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا الصرح الديني المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الخلق وناصر الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار كرامته إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بكماله وجلاله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والمثل الأعلى والإنسان الجامد. أشدد استحاذة بأساسة الأفاضل وعلمات الأفاضل وسادات الفضيلات وعلمات الخبريات وبالحضور الكرام. يسعد المجلس العلمي علالة ضرب بغنطة رئيس الأعضاء أن يرحب بضيوفه الكرام الذين تششموا مسار السفر مستجيبين لدعوة المجلس إلى هذا اللقاء العلمي المبارك بإذن الله في هذه القاعة المباركة لهذا الصرح العلمي الكبير لهذه المعلمة التاريخية العظيمة على منشئها من الله واسع الرحمات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه ولراعيها التوفيق والسلام صاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد بن سعد نصره الله وإياه. بمناسبة ذكر الهجرة النبوية تحت شعار دور السنة النبوية في بناء الشخصية المسلمة المعاصرة وانطلاقا من قوله تعالى فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الحضور الكرام
مدرسة السيرة النبوية في العقل، سبيل قويم لفهم شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي الإلهي والمسدد بالتوفيق الرباني. وإن الدارس لهذه السيرة فيجد بين يديه زهرة لذلك الإنسان الكامل والمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة، لذا جعل الله قدوة للإنسانية كلها. وليجد ما يعين على حسن فهم كتاب الله تعالى، إن كثيرا من آياته إنما تفسرها الأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه منها، كما يتجمع لديه أكبر قدر من الصحابة والمعارف الإسلامية الصحيحة، كما تمثل هذه الصورة أيها الإخوة نموذجا حيا عن طرق التربية والتعليم لدى المعلم والداعية الموفق. حياته صلى الله عليه وسلم تقدم لنا نماذج للشباب المستقيم، نماذج للشاب المستقيم في سلوكه الأمين مع أصحابه وقومه، وللداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولرئيس الدولة الذي يسوس أمورها بحكمة بالغة، وللزوج الرائع في معاملته، والأب صاحب العاطفة الشياشة العاقلة التي تفرق بدقة بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، والقائد الحربي الماهر والسياسي الصادق المحنك، وللمسلم الذي يجمع بين واجب التعبد لله والمعاشرة الرهيبة مع الأهل والأصحاب في كتاب واحد. ويسرنا أن نبدأ عروضنا هذه في عرض لفضيلة الدكتور الأستاذ الصادق الحمد هو رئيس مجلس العلم بوجدة ومؤسس ومدير المعهد معهد البحث الإسلامي للعلوم الشرعية في وجدة، وأستاذ مشارك في العديد من المحاضرات داخل المغرب وحيث. هذا العرض يحمل عنوان التدبير المدني للرسول صلى الله عليه وسلم، فليتفضل الاستاذ مشكور. وهذا بالتأكيد من شأنه
وأنا أقول فيما يبدو لي أننا أصبحنا نتعلم الدين بالصدمة، نتعلمه في المدارس كما كان يجب أن نتعلمه عن العلماء، لكن كل مرة تثار قضية تكون تلك القضية مناسبة لأن يعود الناس إلى العلم الشرعي وإلى أن يفقهوا ما كانوا قد جهلوه. فهذه الاشتراكات الكثيرة على رأسهم علمت الأمة شيئا كثيرا وجمعتهم على قراءة السيرة وأنهضت فيهم حماسا كان خابيا وفاترا. فنحن الآن في كثير من المرات تزار أمامنا أشياء لم نكن نظن أنها ستزار يوما ما، فتزار فيكون هناك جواب وقراءات جديدة ويكون ذلك بحمد الله في نهاية المطاف يصوب في دخولية الإسلام. أحب أن أنوه مرة ثانية بهذا الحضور أيضا وبحضور النساء فيه خصوصا. وفي حديث سابق ذكرته وقد سئلت أو تحدثت عن المناصفة، والمناصفة شيء يريد الناس دفع به ربما بغير هدف صحيح، ويتخوف منه طبعا أناس آخر، يتخوف منها أناس آخر. وأنا أقول إن المجتمع الإسلامي بحكم التوجيه الذي كان دائما مجتمع مناصفة، ما من قطاع كان بالرجال ملاب وكان بالنساء مثله في مجتمع النساء، أي لم تكن المرأة كما يتصور مغيبة إلا على سبيل الاختلاط، ولكنها كانت حاضرة وكانت تنجز ما ينجزه الرجال أو أكثر، لكن في جانبها وفي دائرتها الخاصة كان هو معروف. وقد ذكرت في حديث سابق أن المناصفة حينما تتم وستتم بالتأكيد ستكون المناصفة مناصفة دينية، وإذا الحمد احمر أن المجال الذي نتحقق فيه أكثر من المناصفة الآن وبصدق هو مجال تكوين المرأة المسلمة وتعليم القرآن ووصلها بالكتاب والسنة، وهذا جهد كبير تنطلق فيه النساء يجب الاتباع إليه ومباركته، لأن حينما نقرأ السيرة يجب أن نعلم أن الإسلام حينما انتشر لم ينتشر في المسجد، بل لم يكن للمسلمين أيضا أساس المسجد في الدار، إما دار سيرية، دار الأرقم، أو دار فاطمة بنت الخطاب، أو دار بن الدور، الدار هي مكان وجود معها أساسا. وحينما قال الناس إن الناس خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلونه بطلع البدر عليها، لم يكن ذلك ليتم لولا أن البيوت كانت قد هيمت، ولولا أن الإسلام كان يروج في تلك البيوت، وكان الإسلام يمضي في كل بيت سرا، والمرأة طبعا هي ربة البيت الأساس. ولذلك إذا لم يعد الإسلام حقيقة إلى البيت فلن ينفع أن يكون موجودا مظاهريا في المسجد. وجود الإسلام في البيت وجوده في العمق، ووجوده في الشارع وجوده في المظهر والتجلي فقط. ولذلك حضور المرأة واهتمامها ومشاركتها سيكون إن شاء الله بركة للمستقبل بإذن الله. بعد هذا أقول إني وجدت أن أحدث الإخوة الحضور ذكورا وإناثا عن قضية أراها أنا ذات أهمية بالغة. أقول نحن نعيش الآن حالات من الصخب والصراع والتجارب يؤدي الآن إلى ما أدى إليه في بعض الدول الإسلامية. نحن ربما كما أتصور نحن حينما نعود إلى مرجعية نكون أقدر على فهم الاختلالات وأقدر كذلك على اقتراح الحلول لهذا الوضع المزري الذي قد تجدونه هنا وهناك وتنقله شاشات التلفزيون يوميا وتنقله الناس في شبه غيبة عما يقع أو ظهور الشبه. ما المشكلة؟ ما المشكلة أساسا؟ لماذا يقع هذا الاحتراف
لماذا يقع رصاص الدماء؟ لماذا يقع تكبير الناس؟ لماذا تقع أشياء لم تكن تقع؟ ما الذي تغير في حياة الناس حتى دفع بهذا الشخص أو دافع إلى أن يندفع بهذا الاتجاه وأن يكون الآخر ما هي أفضل وجه الخلاف؟ يتصور الناس فقط أن هنالك طغاء عن السلطة؟ لا أظن ذلك صحيحا. إن الفكرة التي سببت اختلالا كبيرا في حياتنا هي فكرة تعود إلى نوع التصور الذي يعطى للدين. الصورة التي تسوق عن الدين وحدود الدين وكينونة الدين هي هذه الأشياء التي تؤدي وستؤدي حتما إلى مزيد خلاف وتشظ وفراق. هناك رؤية كانت الأمة عليها وهي التعامل مع دينها، ورؤية بالتأكيد هي مستوردة وهي مستنسخة عن تاريخ بين تاريخ حرب بين الكنيسة والمجتمع في أوروبا، وكان ضروري أن تكون الحرب حربا لأن الكنيسة منعت المجتمع من أن يمارس ذاته، منعته من العلم، منعته من حريته، منعته من التصرف في أشياء كثيرة، فكان هذا بالتأكيد تمردا وقع في التاريخ. هذا التمرد أدى في نهاية المطاف كما يقول بعض المفكرين إلى أن يحسب الأمر عن طريق القسمة النهائية للحياة في المجتمعات الغربية، قسمة إن شئنا قلنا ظاهرية بأن يكون للكنيسة مجالها الديني والروحي وما يقاربه من أمور اجتماعية، وأن تلامس الكنيسة الحياة ولكن بقفازات لا بيديها، أي عن طريق أحزاب لها مرجعيات مسيحية، وأن تمضي الحياة فيما بعد حياة مدنية ناصرة لها في الدين، توافق وقع التوافق على هذا لإنهاء الصراع وإنهاء الخلاف. لكن هذه الصورة بعد أن تلقى كثير من الناس الدراسة في هذه الأجواء هي الصورة التي نقلت إلى المجتمع الإسلامي، وأصبح أناس لا يتحدثون إلا حديثا واحدا هو أن الدين شأن خاص وعلاقة روحية بين الإنسان والخالق، وهذا لا اعتراض لهم عليه نظريا على الأقل. وأما ما سوى ذلك فلا صلة للدين بالحياة وبتدبير الحياة أصلا، وهذا يمكن من خلاف وسر كل ما يقع. إذا فأصبحنا نتحدث عن المجتمع المدني، عن الحياة المدنية، عن الدولة المدنية. ما المقصود بالمدني أساسا؟ قد يكون القصد بالمدني ما يقابل العسكري، قد يكون المقصود ما يقابل الدين، ولكن حينما يتحدث عن دولة مدنية معنى ذلك ألا تكون على الصواب على الصح، ألا تكون لها مرجعية دينية، حتى لو اعترف أو كان من منتهيات أن تكون دولة مدنية عسكرية فهذا أهون من أن تكون مدنية أن تكون دينية. فالدينية المدنية هنا يقصد بها الحصار والفرق بين التدبير الدين والتدبير المدني، وهؤلاء يصبغون هذا على الدين كله. ليس الكلام فقط، يقولون ان الدين من حيث هو يجب ان يندفع وينحجر ويلزم مكانه وينظم الحياه بين العلاقه بين الانسان وبين ربه. في نفسه إنشاء هذه المقولة التي تروج وتسوق ليس لها مصداقية في أي دين من الأديان. لا يوجد دين
أنزله الله كل الأشياء. لا يوجد دين لم يكن له اعتناء بالحياة المدنية قطعا. أرون دينا اكتفى بتنظيم العلاقة بين الإنسان والخالق بناء لا وجود له. الأديان كان الناطقون بها والحاملون لها هم الأنبياء. نقرأ تاريخهم كأنهم قالوا لا تحدثوا في قضايا مدنية، كانوا يقولون للناس أوفوا بالمكيال والميزان، هذا ليس شأنا دينيا. كانوا يواجهون الناس حينما تقع انحرافات جنسية، وكان هدف أكبر لسيدنا لوط والتنبيه على هذا الانحراف الجنسي. كان الأنبياء يقومون بمناهضة الظلم، وكانوا في نفس في أنفسهم يتهمون بالفساد. وحينما نتابع ما قاله القرآن، قصة القرآن عن قصة عن موسى عليه السلام، نجده فعلا رجلا يقف أمام طاغوت كبير ويدافع عن بني إسرائيل ويدافع عن المستضعفين، ويؤكد الله تعالى هذا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، برسالة موسى عليه السلام. فمن قال إن موسى لم يكن معنيا إلا بقضية العبادة، لم يكن معذب بني إسرائيل إن دولة بني إسرائيل، إن خروج بني إسرائيل وحريتهم كانت بزعامة وبقيادة موسى حينما خرجوا وحينما ضلوا بعد ذلك في الدين وحينما أصبح المكيال، وإذا فإنهم كانوا يعيشون مع الأقباط وكانوا مضطهدين وكانوا يذبحون فمن هو المحرر الأول إذا لم يكن هو النبي؟ وأنتم لو قرأتم حياة الأنبياء جميع الأنبياء لوجدتم أن لهم انشغالا واهتماما بشأن الناس. كل الأنبياء بمعنى أننا نقول لا وجود إلا في دين هؤلاء لدين هذا النمط الذي يقدر لا وجود له أصلا. أرون كتابا اكتفى بأن يعالج قضية العلاقة بين الإنسان والخالق، نريد أن نرى. الله تعالى يتحدث عن التوراة، وذكر الله تعالى أن أنزلنا التوراة فيها هدى وروح يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. إذا فهذا هؤلاء الأنبياء يحكمون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. إذا فيها حكم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم؟ القرآن يثبت أن التوراة فيها أحكام. حتى بعض المسلمين حينما يتحدثون عن التوراة لا يعرفونها في الحقيقة، هي ليست فارغة من الأحكام. أسفارها الخمسة، أسفارها الكبيرة الخمسة، صفر تثنية وصفر أحكام، صفر تثنية وصفر أحكام بامتياز. وفي التوراة أيضا صفر آخر فيه بعض أحكام تتعلق بالقربان وبالذبائح وما إلى ذلك. من قال إن التوراة ليست أو أن التوراة كانت منسحبة؟ أحكام الزنا، أحكام القتل، كلها كانت موجودة في التوراة. قد يقول القائل إن الإنجيل ليس فيه أحكام، وهذا يردد البعض، وهذا ليس سليما، لأن الإنجيل ولأن أهل الإنجيل كانوا تبعا للتوراة، ولا زالت التوراة تطبع مع الإنجيل في كتاب واحد. ومع ذلك فعيسى عليه السلام قد تحدث ونسخ ستة من أحكام التوراة في ما يعرف بوصية الجبل. إذا هذا الواقف التاريخي هل يمكننا أن نعلو عليه ونتجاهله لنقول بأنه هذا شيء افتراضي؟ الدين الذي ليس له صلة بالحياة الدين الافتراضي لم يوجد قبل هذا اللحظة. بل أستطيع أن أقول للإخوة، ويجب أن نكون دائما ملمنا، لأنني أرى أن هذا هو الذي يجب أن نشتغل به فيما بعد، ولن سيلف علينا أيضا، أن الدين كان هو المحرك لحضارة الإنسانية عموما. كل حضارة الإنسانية كان هناك ماكس فيبر باحث
عالم اجتماعي ألماني بروتستانتي، كتب كثيرا في بيان دعم أو دفع البروتستانية للنهوض وللتفوق، وكان ماكس فيبر يقول بأن الجهات التي عمتها البروتستانية تطورت أكثر من الجهات التي عمتها الكاثوليكية، والكاثوليكية يقدمون هذا الكلام. أنا ذكرت هذا لبعض في لقاء فغضبوا، وهم لا يكرهون الإسلام والحديث عن ماكس فيبر. لكن ما الذي يقول ماكس فيبر؟ هذا باحث ليس مسلما يتحدث عن الدين. الدين صمم أجزاء الحضارة، هذه البنايات العالمية ذات مصدر ديني، هذه الفنون التي تطورت، هذه الآداب، السلم والحرب، كلها لها أصول دينية. فمن قال بأن الدين كان مغيبا في تاريخ البشرية فإنه يخطئ أو يغلط نفسه. الدين كان فاعل وإلى الآن هو فاعل، إلى الآن هو فاعل، ولكن بتبدلات جديدة، مرة يأتيك عن طريق التوحيد الثقافي والخوف عن الثقافة المحلية فيناهض بناء المساجد أو المآذن، وهي في الحقيقة قضية دينية، انتصار لصومعة الكنيسة وخوف من الإسلام ومواجهة الحجاب أو الرمز الديني كما يقال. ما هي مواجهة الرمز الديني؟ هي مواجهة الديني أصلا، لأن ما هو عندك رمز؟ ليس عندي رمز، عندي ممارسة هو ممارسة دينية، وأنت لا تستطيع أن تكون صادقا في مواجهة الرموز، لأن الصليب موجود في أكثر الأعلام الأوروبية، أكثر الدول الأوروبية في الأعلام. في هذا أمس البارحة أهديت مما نقله الإعلام جوائز لتمارينها الشخصية هذا الإنسانية، ولكن جوائز ما هي عبارة عن ميداليات كلها صلبان أعطتها الملكة بالأمس. وفي إسبانيا هناك أكبر ما يهدى هو شيء يعود إلى تاريخ المسيحية، أشياء كثيرة لا يمكن فصل. العيد السنوي هو عيد ديني، بداية سنة دينية، بماذا تفرح؟ بميلاد من؟ بميلاد عيسى، بداية السنة الميلادية، بمعنى هذا الشيء لا يمكن القبول به أبدا. إذا دعنا في هذا كله لنقول بأن هذا وهم يريد البعض، أن إذا كان أحدهم مخطئا فمثل هذا الكلام يجعله يفكر على الأقل، وإذا كان الإنسان موقنا فمثل هذا يزيده دليلا على أن يعرف أن الدين لم يكن أبدا إلا منتصرا بحياته وفاعلا فيها ومؤثرا. في ما يتصل بحياتنا، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جانب تعرفون أن الذي كتب فيه أو أوهم أو أوقع الناس في الخطأ هو علي عبد الرزاق في كتابه كلام أصول الفقه، وهو كتاب مزيف من أوله ولم يبلغ لا هو ولا غيره كثير ممن يتحدث الآن، لم يبلغ درجة الاستيعاب التي تؤهله إلى أن يصدر حكما عاما عن التراث السياسي الإسلامي. باحث مصري نصر عارف له كتاب في تاريخ في الأصول السياسية الإسلامية، واجتهد اجتهادا كبيرا وبحث ونقل، فانتهى إلى أن ما استخدم من النصوص الآن ومن المصادر في محاكمة الإسلام عموما والثقافة الإسلامية في الجانب السياسي لم يتجاوز 6% من الموجود فعلا، أي معظم الكتب التي تناولت جانب السياسة في الإسلام كمغيبة إلى الآن، وبعضها لم يرى فيما بعد، بعض المكتبات في ربما لا يعرف البعض لا يعرف البعض أن بعض المكتبات التي أخذت من البلاد الإسلامية تعود الآن إلى وزارة الدفاع، لا تعود إلى وزارة الثقافة. هذا موجود في الفرنسيين وفي البريطانيين كذلك، أي كتب التي لا تخرج لن تخرج لا الآن ولا بعد ولا بعد مضي 30 سنة. وقال هذا الكلام، وقال أوهم الناس بأن الإسلام
بتنفيذ الامر السياسي والشأن له بالحكم وما الى ذلك. وكذا حقيقه هذا شيء حقا مخجل ان يقول بانسان تنميه ثقافه انسان هكذا، لان ما اجد صحيحا واضح كما تقول السنه. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الى الناس بعثه برساله شامله، الشمول هو شيء ليس مما اقتنته الناس او مما قال به بعض الباحثين او استشفته الناس او اضافوا لما بعد الناس يتحدثون عن خصائص لعامه الاسلام ومن جمله الشمول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليهم عرض عليه بعد النفوذ مناصرته وكان يومئذ يكتب النصير، وجاءه وفد من بني شيبان بن ثعلبه ووافقه او اتفق مع نفسه ان ينصره ويؤيده ويكون معه في بلاد في مياه العرب، وان لا ينصره وان لا يكون معه في مياه كسرى خوفا من كسرى. فرفض نفسه قبول هذه البيعه وقال ان هذا الدين لن يقوم بيوم الحديث الا محاطه من كل جوانبه. ثم جاءه ناس يتركون بعض الشعائر فلم يقبل منه صلى الله عليه وسلم، مع انه كان في حاجه الى من يبايعه والى من يسلمه. يعني كان هكذا لا يبعث، لا يمكن تبعيده ولا يمكن تجزئته، لان التجزئه هي دين جديد. حينما يجزئ انسان الدين كانه يعطي دينا جديدا. اقول هذه الصفات التي نتحدث عنها او هذه المدنيه نتحدث الان، لم اوضح الان المدنيه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نستدل عليها؟ بما نستدل عليها؟ نستدل عليها اولا بان العلماء الذين تحدثوا عن مجموع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعوه الى افعال خاضعة وتابعة لصفات كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرافي تحدث عن أوصاف وصفات ومناصب، منها منصب التمريري والإفتاء، ومنها منصب الإمامة العظمى ومنصب القضاء. هذه أظن مناصب لها شواهد لا يمكن لأحد أن يجادل فيها. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله؟ طبعا كان، وهو الذي نقل هذا الوحي كله. ألم يكن رئيسا للدولة؟ ألم يكن قاضيا يقضي بين الناس؟ أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا في حالة إليه، فهي موجودة بالقضاء والكتاب وقتلة النبي صلى الله عليه وسلم. كان مفتيا، كان لنا كتب جامعة للفتاوى إمام المتقين، وهي النص موجودة. لكن هذه الصفة الثلاث وقد بلغ بها أمر طور من عاشوراء كان هو تفريق حقيقه في الذهاب الى نحو 12 صفه. اقول هذه الصفات فيها صفه واحده تعود الى المعنى الديني الاساسي، المعنى الواحد وهو التبليغ والافتاء. لكن كونه صلى الله عليه وسلم رئيسا واماما اعظم هذا منصب مدني، كونه قاضيا هو ايضا منصب مدني. فكيف يكون النبي قاضيا ولا يكون سلوكه الى سلوك الدينية؟ القضاة هم جزء من مكونات الدولة، في كل دولة كيفما كانت الدولة. رؤساء الدول هم رؤساء دولة، هم اساسا يمثلون دولة معينة، دولة مدنية، اي هذا الجانب المدني. فحينما نجمع السلوكات النبوية، التصرفات النبوية، نجمع بذلك مجموع ما يمكن التصرف به وما يجب ويجوز ولا يجوز ان يتصرف به الحكام. لذلك ما يتعلق باحكام امامه الامه هو موجه به الى الائمه، هم مسؤولون عنه، هم الذين ينفذونه، مثلا هم يعقدون الصلح، هم يعينون الحرب، هم يقسمون الغنائم. لذلك لو ان مسلما قام بهذه الاشياء وهو ليس اماما اعظم كان معتديا، هل يجوز للانسان في الشارع ان ياخذ انسان ويقيم عليه الحد؟ هذا الحد حدودي هي باختصاصات الامام الاعظم. القضاء لا يكون للناس، وهذا كان يقع لبعض الناس، ان بعضهم يريد ان يطهر بعضهم ويجب ان يقع في بعض الجامعات محاكمات، ليس لحد ان يحاكم احد الا ان يكون قاضيا فعلا.
إذن هذه المناصب التي ذكرت أكثرها هي مناصب مدنية إذا تطبع في مناصب الدين، فيبقى أن هذه الدولة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لها صفات الدولة. من كيف تكون الدولة مدنية؟ طبعا مرجعيتها إسلامية القرآن والسنة، ولكن هي في تدبير مدنية، أي لا يمكن أن نقبل الإنسان قولا إلا بحجة وبدليل، لا يمكن أن نقاضي إنسانا بسبب أن فلان رأى رؤيا وظن كذا، فنحكم مثلا بالرؤى. إذا عند في هذه الدولة سلوك مدني، سلوك مدني هو مثلا يتمثل في المساواة أمام القانون، سلوك مدني. أنا لا أسلوك التساوي، لا نجد مثالا أوضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت محمد سرقت لا قطعت يدها ولا قطعت يدها، هذا مثلا مساواة أمام القانون الذي هو قانون شرعي. هذه الدولة التي أذكرها أو هذا التدبير المدني هو ما اهتم به ربما في حالة إشراق بعض العلماء الخزاعي صاحب الدلالة خريج دلالة السمعية، تحدث عن نحو 150 ضرب شرعية وظيفة، هي وظائف دولة، يتحدث عن صاحب الحسبة، يتحدث عن قضاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن كتابه، عن أمراء الجيش، عن أنا أقول ما الذي ينقص دولة النبي صلى الله عليه وسلم تكون دولة؟ هي دولة لها رئيس، كان له قضاة، كان له سفراء، وهذه الكلمة كان ممن يبعث في السفارات، كان له أناس ينفذون الأحكام بين يديه، كان له جيش، كان لهذا الجيش خطة عسكرية كتب على كثير من العسكري شيخ خطة أثناء جهدا في كتابة الخطة العسكرية، كان له بيت مال في مال الدولة، ميزان الدولة، ومعروف أحكامه وأحكام الأموال، كتاب الأموال وكتاب الخراج وما إلى ذلك، وخلافات الفقهية الكبيرة التي توجد فيه، كان له لواء عمل كان يعتز به وكان يعطيه الناس على العمل على الدولة، وكان يقول الناس أعطي هذه الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا الناس ينتظرون أن يصبح الصبح، بمعنى كان له خاتم، كان له طابة، كانت له كل ما يمكن أن نجده في دولة من الدول المدنية. أختي أريد أن أقول أخيرا، كان الإمام أبو حامد الغزالي يتحدث في تصنيفات العلوم وكان يقول كان أبو حامد يرى أن الفقه في معظمه علم دنيوي، هذا كان يجمع كثير من المشاكل، ولكنه وسط قال أن الناس يختلفون فيما بينهم والمصالح تتعارض، فاحتيج إلى ما إلى النص الذي ينظم العلاقات، فكان الفقه هو الذي يعلم به. إذا اختلف الناس في الشركة مثلا وخطها قرأوا باب الشركة وقرأوا باب الشبهات وخطوا النساء، فهو أتى بهذه المسائل المدنية. لذلك كان أبو حامد يقول إن معظم الفقه الإسلامي هو فقه مدني، هو لم يكن يقول مدني، كان يقول دنيوي، لذلك ينقسم إلى علوم أخرى وإلى علوم دنيوي.